بونسوار. من الطبيعي إنه كل أسبوع نعمل تقييم للحلقة الماضية تنعرف كيف بدنا نتعامل مع العدد الكبير من الطلبات يلي عم تجي على بريد إيدك عقلبك. كتار منكون عم يترددوا إنهم يطلبوا منا نحط أصحابهم بمواقف فيها مزيج من الضحك والخوف والإحراج ببعض الأوقات، ونحنا بدورنا ما بنرفض طلباتكن ومنحاول دايماً نكون على قدر الأمان. عصام مهندس إضاءة متخصص بأصول الإنارة، لحد هون كتير منيح، بس تبين إنه عنده اختصاصات تانية كمان وأهمها هي رياضة البيسبول. خلينا نشوف ليه جوني حاب يعمل الضرب بعصام. هاي أنا جوني رفيقه لعصام. عصام عمل هندسة إضاءة، وعصام شاب بحب كتير الحياة وما بحب المشاكل وما بيفوت بمشكلة إلا إذا شاف حاله مزروق، فاتفقت أنا مع فريق إيدك عقلبك تنعمل فيه الضرب. مزبوط، تفضل. أول شيء جوني مزبوط دعاتك، ما تشرفت باسمك؟ عصام. أهلا وسهلا عصام، تفضل. هلا وين كنت تعملوا؟ برا، خلينا نقعد. ماشي الحال؟ ضيعت بالطريق شوي؟ الطريق شوي ما بعيد شوي، ورشتي هلا بتعرفي كثير. اوكي. يعني شوي سقعة. طبعا ما تعصب. بروق. شوف. احسنت. اللايتنج لبرا ما بعرف، انا قالوا لي عنا كامل. لا نحن عنا فرايتي لبرا، يعني حسب شو بدك، داون لايت، البروجيكتور. شفتها اصلا يمكن؟ برا. يعني في اذا عندك تحت بنحط أبلايت. شو بك؟ روق ريلاكس. لا في أبلايت بنحط أبلايت، وبنحط في عندك إذا في عندك شجر في بروجيكتورز على الشجر بيعملوا. ما بعرف أنا بضوية كلها، بس شوف لي. فينا بدنا نشوفها يعني. أنا شايفة ما بعرف، شايفة كم فيلا عاجبيني على الإنترنت شفتهم. قدامهم في تقريبا مثل هيدي، بدي لايتنج سلبي وهيك، لأن كثير 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 راتمة. في كثير فرايتي مثل ما قلت لك، يعني فينا نجي نرجع نكشف مره ثانيه. اوكي. ونعمل اللي بدكم اياه. اوكي. طب تقريبا مثلا اذا بدنا نضويها نضويها، بتعرف البادجت؟ البادجت حسب. بس سيرنا اكيد. اكيد سيرك يعني ما فينا اوكي. نترك لك اياها، بس انه فيها بادجت، يعني في حسب قد ايه بدك تعمل كميه، قد ايه يعني تقريبا بال 5000 دولار تقريبا. اوكي، يعني بتوصل بين شي و5000 او 5000؟ بين 5000 يعني بعمل لك اياها، يعني نعمل لك سعر ما تعتلها. اوكي. خبرني وين شغل؟ شغل شي هون؟ انا شغالين نحن اكثر شي بنشتغل بالرابيه. اوكي. رابيه وداون تاون برا. اوكي. يعني في عندنا فيلا كبيره بالرابيه كثير رائعه، بس تكلفتها عاليه. قد ايه يعني؟ يعني مكلفته شي 150. مش جايب معك صور او؟ بالسياره معي. مش رح ننزل نجيبهم هلا. قد ايه بدها وقت تقريبا اذا ما نبلش فيها بالشغل؟ لا حنا بالاذن شوي. هاي سوا، تفضل. كيفك؟ تمام. شو اخبارك؟ سوا تمام. هيدي البيتزا. سوري يمكن جينا بوقت. لا اهلا وسهلا. الاستاذ منو هون؟ لا منو هون. اوكي هي سوري تاخرت عليك شوي. سافا قد ايه بس حق البيتزا؟ ساكن وضع بيناتنا نحن بنتحاسب بعدين، وسلمينا على الاستاذ بس. اوكي يلا باي.
بتعرف البيت انت والله ان شاء الله النهارده بس بتجيب لي البيتزا شوي اخذ وجه كثير شو بها ايدي؟ عم تجعني شوي بس بعدني ما لاكل بتحضر؟ بتحب تاكل؟ لا عن جد؟ نعم تفضل اوكي ميرسي طلع نفسي شوي تقريبا قد ايه بتتمدى وقت؟ تقريبا شهر شهر لا مع التركيب ما كل شيء كاستم هي فيك اذا بدك نجيب لك كتالوج تعمليه كاستم يعني شيء بس لإلك اوكي ما في حدا عنده مثله شهر بيكون كل شيء حاضر كل شيء راكب ما بدكم انتم عندكم الابداع ما هيك؟ عندنا الابداع عندنا كل شيء تفضل تكون انت تعملي سامع كل مسقعة جايبها كتير لا صعبة طيبة عالجوع رجعنا ولا يا خي طول بالك طول بالك يا خي هاي طول بالك يا جماعه طول بالك يا خي طول خليني احكي كلمه طول بالك يا خي طول بالك يا خي طول بالك مارسيل شوش الله شو طالعون شو طالعون انا جاي تعمل لكم اناره لا طب مش جاي لعند زياره شو مين هذا واحد طبعا الاناره جاي لعند مين هذا واحد جاي لعند زياره شو بدها بدها هالقد شو بيك انت شو بيك لو بقلي اعصابك مين هذا هيك مين هذا هاي واحد جاي لعندي اعمل الزياره شو بيك عم تعمل علي هالقد هاي الزياره تبعك ما بدها هالقد هاي الزيارة طبعاً؟ تعمل بعد عنا بعد عنا ما بدها طيب هالقد هيدا مين هيدا؟ ما بدها هالقد هواجها جون دامرون وين جون دامرون؟ عليك طوبة يا أخي عليك طوبة للشجرة ها؟ مارسيل تاي بروق ما بدها هالقد وركل لي عنده ليه؟ معلك روق شوي هذا مين هذا؟ تعرفوا انت؟ انا بعرفه هيدا والله ما بعرفه شو؟ انا بركب كهرباء وبركب كهرباء ما بعرفه حي ما بعرفه بتعرف انا بعرفه انا روق انا بعرفه معلك روق من وين بتعرفه؟ ما بعرفه انت شلتها من ركب بروجيكتورين انا بركب بروجيكتورين بس ما بعرفك شو انت هون؟ يا خيي كيف بدك تحكي هو الولد انا بحكي الحياة عشان تحكي معه يا خيي خيي حتسيح فوت لجوا عندي فوت
طب انت شو كنت واقف عم تعمل حدا؟ انه مدام حدا بالليل يا زلمه جوزك هلا المشكله انه كان لازم اسالها جوزها كيف شكله. بدي اقول لك شغله صغيره انه انت عن جد تفاعلت معنا بوقت انه عن جد كنت هاجم علي. يعني كنت بدي اجرب انه بدي اهرب انه احسن بكل قتلي وهذا وبالعصاي نجرب انه انت هون بحياتي الطبيعيه بتعملهم عادي بعملهم؟ بتعملهم. وصل لعندي قال لي ما تخاف نحن ثلاثة قلت له الحبيبي معه 40 شاب برا. قال لي طيب يا خيي شو يعني قال لي شو يعني اطبق؟ قلت له اطبق على دلعونا يا خيي على طيب نحن بدنا نعتذر منك عن جد بالجنة واجب عقلك كل شيء لجوني جوني حسابك عندي يعني فينا نقول انك زمطت يا عصام، مش كل مرة بتسلم الجرة، مشان هيك لازم تنتبه شوي المرة الجاية. بريك صغير وانا برجع لكم.